أذكر نفسي وإياكم بقصة ذكرها الله تعالى في سورة ياسين، وبعدها إن شاء الله يكون هذا العقد، أسأل الله يجعله عقدا مباركا، ويبارك للزوجين ويبارك عليهما ويجمع بينهما في خير. والقصة دي يا جماعة أي مؤمن اقرا بحب صاحب القصة دي ويجد نفسه ترتاح أثناء قراءة هذه القصة، وهي قصة الرجل الذي جاء من أقصى المدينة وهو يسعى. رب العزة والجلال قال: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. القرية دي مدينة أصلا، وفي تفسير ابن كثير قالوا المدينة دي اسمها أنطاكيا، والرجل ده اسمه حبيب النجار، وبعضهم قال النجار حبيب، وبعضهم قال حبيب الإسكاف، إسكاف يعني بتاع نعالات، يعني يصلح النعال. وبعض المفسرين كالإمام السعدي رحمه الله قال الأسماء دي كلها ما وردت في القرآن ولا في السنة، كون اسم القرية واسم الرجل ده دي قال ما وردت في القرآن والسنة، لكن العبرة بما في القصة من فوائد. الثلاثة رسل قالوا للقوم ديل إنا إليكم مرسلون، قالوا اللي هي قومهم قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، الله بيعلم سبحانه وتعالى، وما علينا إلا البلاغ المبين. وده ما هو الفائدة، وإن كان الفوائد كثيرة جدا، إن الزول يا جماعة الدار يتكلم في الدين كلامه يكون واضح مبين، وما علينا إلا البلاغ المبين، ما بلاغ وإنما بلاغ، ما بلاغ معمم لا يأتي في لب الموضوع، وإنما بلاغ مبين واضح. القوم قالوا للرسل قالوا إنا تطيرنا بكم، تطيرنا يعني تشاءمنا، التطير يعني التشاؤم، وده حرام في الشريعة، إنك تتشاءم تمرق الصباح تلقى لك زول أعرج، ولا تمرق الصباح تلقى لك زول أعمى، ولا تمرق الصباح تلقى لك زول عنده خلل في عقله تقوم تقول طالما أنا قابلت فلان ده من الصباح معناه باقي اليوم ده شنو، معناه باقي اليوم ده كله منتهي وكعب. ما بجوز التشاؤم في الشريعة، لأن الذي يملك النفع والذي يملك الضر هو منه الله سبحانه وتعالى. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا، كما وقفتوا الدعوة بتاعتكم دي، لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. الرسل قالوا ليون قالوا طائركم معكم، انتوا بتتكلموا عن الشر، الشر معاكم انتوا. ليه يا جماعة؟ لأن الخير في طاعة الله، والشر في شنو؟ في معصية الله. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. الإسراف مجاوزة الحد، قالوا انتوا ناس تجاوزتوا الحد، تعصوا الله سبحانه وتعالى، والناس لما نجوا يذكروا الناس بالخير تقيفوا ضدهم. في نص النقاش ده يا جماعة الله سبحانه وتعالى قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. الرجل ده ما رسول ولا نبي من الأنبياء ولا ملك من الملائكة، لكن رجل جد، لأنه يا جماعة الزول البدافع عن الله سبحانه وتعالى ده زول راجل، والرجال الله ذكرهم في القرآن
لما نزول في القرآن الله يقول لك ده رجل ويجيب له موقف جميل معناه ده رجل جد. عشان كده قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أسأل الله يرحمنا في ذلك اليوم. قال لك وجاء من أقصى المدينة، أقصى يعني جاء من بعيد، رجل يسعى. الزول جاء يسعى معناه الموضوع ده ما جاي وكسلان، جاي يسعى، الموضوع مهم. وذلك دي رسالة للزول الداعية إلى الله سبحانه وتعالى إنه الدعوة دي يكون فيها نشيط، ما يكون كسلان، ولا تكون الدعوة بالمزاج، مزاجه رايق يبلغ الناس، مزاجه زهجان أو زهجان يقوم يخلي البلاغ، لا، وإنما تأتي إلى دعوة الله سبحانه وتعالى بكل نشاط. الرجل ده يا جماعة باختصار قال ست جمل. الجمل دي أو الكلمات دي الله به جابه في القرآن، أكرمه لما جابه في القرآن، وكونه يسجلوك في القرآن معناه أنت تاني أبد الآبدين، أنت فوق، سجلوه في القرآن. قال له ست جمل، عليك الله ركز فيها كويس. وأي زول يقول الجمل دي الآن ويعيش عليها ده زول بيعيش مرفوع عند الله سبحانه وتعالى. سهلة جدا. أول كلمة قال لهم يا قومي اتبعوا المرسلين، ودي علامة تعرف بها الزول لما نيجي يتكلم في الدين دار تعرفه عليه حق ولا باطل، شوفوا بقول شنو. لو دعا الناس يتابعوا الرسل دعا عليه حق، لو دعا الناس لنفسه ولا لجماعته ولا لحزبه ده ما زول حق، ده زول دنيا. لكن مما يقول لك اتبع الرسل ده زول حق. قال لهم يا قوم اتبعوا المرسلين، واحد. اثنين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. أيوة ما دارين منكم شيء، جزاك الله خير، ما دارين منكم شيء. الداعي يا جماعة لما نجي شايل له شوالات وكياس ويبيع باسم الدين، دي بكذا ودي بكذا ودي بتعالج كذا ودي بتعمل كذا، ده يسألكم أجرا ولا ما يسألكم أجرا؟ ده يسألكم أجرا. لكن الزول لما نيجي ويقول للناس يتعلقوا بي الله وأنا ما داير منكم شيء ولا أنا زارت، ما تبقوا معي، أبقوا مع الحق، ده زول حق. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. الجملة الثالثة سأل سؤال قال وما لي لا أعبد الذي فطرني. فطرني يعني شنو؟ يعني خلقني، يعني قال أنا المانع شنو اللي بيخليني بيمنعني إنه أعبد الله؟ اللي بيمنعني شنو؟ هو خلقني كيف ما أعبده جل جلاله. كأنه يا جماعة بقول كأنه الرجل ده ركز في كلامه، كأنه بقول لهم أنتوا بتعبدوا معبودات وأنا بعبد الله. الخلق ياتو معبوداتكم خالقة ولا الخالق الله؟ خالق الله. يبقى خلوا معبوداتكم وأعبدوا منه الخلق الله سبحانه وتعالى. شكايا الله في القرآن قال لك في سورة الأنعام قل أغير الله أتخذ وليا، أخلي الله واتخذ لي ولي ليه؟ قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. الله بأكل الناس وماله ما بأكلوه سبحانه وتعالى، ولا بيأكل جل وعلا، ولذلك اللي بيأكلوه ما تمش له، والبيأكل شوف أي مخلوق بيأكل ما تمش له. دار تعرف الكلام ده أقرأ القرآن، أي مخلوق بيأكل ما تعتقد فيه. ليه؟ لأنه لما النصارى عبدوا عيسى عليه السلام وعبدوا أم مريم الله قال لهم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان شنو؟
الطعام. اللي بياكل بيحتاج يمشي للخلا، واللي بيمشي للخلا ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. شكي قال لك وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. الجملة الرابعة يا جماعة قبل النهاية سأل سؤال، سأل سؤالا قال لهم قبل ما أنا أذكر الآية، قال لهم معقولة أخلي عبادة الله، أترك عبادة الله سبحانه وتعالى وأتعلق بغير الله، ولو الله داري ضرني هل غير الله بيقدر يحجز الله؟ ما بيقدر. طيب لو خلى عبادة غير الله وعبد الله وغير الله داري ضره، الله بيقدر يحجزه ولا ما بيقدر؟ بيقدر يحجزه ونحفظه ولا ما بيقدر؟ بيقدر. قام سألون السؤال ده، قال لهم أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. الجملة الخامسة قال لهم إني إذا لفي ضلال مبين، أكون ضال لو أنا تعلقت بغير الله سبحانه وتعالى. شكا يا جماعة في سورة الأحقاف الله جل وعلا قال ومن أضل، قال لهم وروني الأضل من دمنه، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فالكلام ده واضح كيف، وهم عن دعائهم غافلون. انت بتناديه وهو نايم، وانت بتنادي العربية دارة تنقلب نص الليل وهو نايم، الحقك كيف؟ انت بتناديه وهو جوا القبر بيسألوا فيه من ربك وانت بيجاي بتناديه، الحقك كيف؟ انت بتناديه وهو مشغول قاعد يتغدى. لكن الله قال عن نفسه لا تأخذه سنة ولا نوم، سنة نعاس، الله ما بينعزاته ولا بنوم في أي وقت تدعوه سبحانه وتعالى. لذلك يا جماعة قال لهم إني إذا لفي ضلال مبين، والله قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس بعدين قدام يوم القيامة، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ونحن يا جماعة الكلام لما نقوله والله لا إساءة لشخص ولا تنقص من شخص بغير وجه حق، ده الدين العاش على الصحابة، رسول علمهم على التوحيد والعقيدة الصحيحة. منه في الغار في صحيح البخاري ومسلم أبو بكر جنبه، وأبو بكر عاين لقى كرعين الكفار، شايفة الغار عالي شوية ومنتحد، شاف الكرعين قال للنبي عليه الصلاة والسلام لو نظر أحدهم موضع قدمي نزل واقفين بعينه كذا، لو واحد بس دنقر قصاد كرعيه لو نظر أحدهم موضع قدميه لرآنا. النبي قال ليش نصل الله عليه وسلم، قال لي ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله شنو ثالثهما. شوف التوحيد ده كيف، ما قال لي أبو بكر أنا نبي وإنت أكبر ولي في الأمة دي كذا أنفخهم، ما قال لي أنفخهم ولا قال لا ناسي بقول لهم كذب بينتهوا، لأنه متعلق بالله سبحانه وتعالى. والله جابه في القرآن قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله شنو ما تكون كذا يا جماعة في الكربة أوعك تلجأ لمخلوق، بس خليك مع الله. ما شفت أصحاب موسى عليه السلام قال أصحاب موسى إنا لمدركون، بحر قدامنا وفرعون شنو ورانا، قال لهم كلا كلا، ما قال لهم العصاية قاعدة مع إنه هناك انتصر ورمى العصاية، قال لهم كلا إن معي ربي سيهدين. شوف الله أكرمه كيف، الله قال له اضرب بعصاك البحر لأنه لجأ إلى الله، لمن ضرب البحر قال فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، الموية بيجاي زي الجبل والموية بيجاي زي الجبل وفي النص ناشفة،
يعني لو بقت ناشفة فوق كان يقولوا يمكن دي موية أصلا مشت بيجاي ودي جزيرة. لا الموية زي الجبل بيجاي وما تخش كده، والموية بيجاي زي الجبل وفي النص ناشفة. شوف القوة دي كيف. وطوالي مشوا بيغادي، لما مشوا بيغادي وموسى عليه السلام مسك العصاية فرعون وردها يضرب البحر، الله قال له اترك البحر رهوى، امش خليهم ديل ديل خلاص بعد انتهوا، واترك البحر رهوى انهم جند مغرقون. ولذلك يا جماعه الزول دائما يعتمد على الله سبحانه وتعالى، ما تعتمد على شيء في الكرب ابدا، لا مخلوق لا تعلق حاجه تقول ده حجاب من الكرب ومن العقارب. الله قال وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، هو القران ده واضح كده. وقال في سورة الرعد أنا ما لقيت آية، شفت زي سورة الرعد دي واضحة، شفت تؤمن بها تالا بتعلق كمون في طفل ولا بتعلق لك ورقة ولا حجاب ولا أي شيء، بس يتعلق بالله. قال وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، مش كلام واضح؟ كان داير بيك سوء تاني كان علقت الشواويل بالجنبات ما بتعمل لك شيء. الكلمة السادسة يا جماعة والأخيرة ونختم بها الكلام، الرجل ده قال إني آمنت بربكم فاسمعون. شوف القوة دي والشجاعة دي كيف. قال لهم هو يا ناس أنا ما بخاف من ذل، وهم قدامه قال لهم أنا آمنت بالله، إنتوا مؤمنين بالأصنام وبالمعبودات غير الله، انا امنت به انا اخجل ليه؟ قال له انتوا اذا ناس الشرك ما اخجلتوا، انا زول التوحيد والعقيده الصحيحه اخجل ليه؟ اني امنت بربكم وما داسيا فاسمعون. قاموا على طوالي لموا فيه وضربوه قتلوه، حتى بعض المفسرين قال بعض اهل العلم قال حتى خرجت امعاؤه من دبره، عفصوه لحد ما امعاءه خرجت من الخلف من دبره، مات. لما مات قيل ادخل الجنه، خسران زول تعب ساعه بس قالوا خش الجنه، خسران. قيل ادخل الجنه قال يا ليت قومي يعلم، يا ليت الناس اللي عرفوا بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فلو دار الله يكرمك خليك عقيدتك في الله تمام، خليك زول موحد وخليك زول معتمد على الله متوكل على الله، واترك عبادة غير الله سبحانه وتعالى. أسأل الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ من واصينا جميعا إلى البر والتقوى، وأن يرينا الحق حقا ورزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه. الناس تنتظر إن شاء الله العقد يتم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله. الصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أما بعد. أما بعد. فقد زوجت. فقد زوجت. موكلة موكلي. موكلة موكلي. إلى موكلك. إلى موكلك. بالصداق. بالصداق. المتفق عليه بيننا. المتفق عليه بيننا. المقبوض نقدا. المقبوض نقدا. وغدره 200 جنيه. وغدره 200 جنيه. على كتاب الله. على كتاب الله. وسنة رسول الله. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أما بعد. أما بعد. فقد قبلت. قد قبلت. زواج موكلة موكلك. زواج موكلة موكلك. إلى موكلي. إلى موكلي. بالصداق. بالصداق. المتفق عليه بيننا. المتفق عليه بيننا. المقبوض نقدا. المقبوض نقدا. وغدره 200 جنيه. وغدره 200 جنيه. على كتاب الله. على كتاب الله. وسنة رسول الله. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وزوجت موكلك. وزوجت موكلك. قبلتها إلى موكلك. قبلتها إلى موكلك.